اهلا، مرحبا بكم في فلوق سودوس سيم الحياه الممله ديالي اللي عجباتكم. مشينا في يوم من الايام في واحد القاره من القارات جالس مع اليمامية وهي الصينيه. صراحه كنت ناعس مع اليمامية، كنتسنى المغرب باش نفطر عادي. جاني الجوع وانا باقي في الناس ما لحت المنطه ديالي باش نمشي نشوف شحال الساعه. خصني نلبس برديله حيت المكانه كاينه في المراح عادي. نلبس برديله ديالي باش نحيد شويه من الملل نط باش نشوف المكانه. بانت لي المشا ضحكت معاه، بانت لي القطوعه عرفت بان المغرب مازال بعيد. يلا استوتولوت اش غندير ما غندير، غنرجع نسامح مع المشا. سامحت انا وياه وانا نخرج صافي باش نمشي نبدل شويه الجو. تخيلوا معايا اول مره غنكتشف الرسم اللي كاين هنايا في هاد الرخامات. تشوف حوت هالعينين هالفومات هالشكال هادشي. تخيلوا معايا هي حوته وهو السبرديله بحال الباطو غادي جاب يلا بحال انا في البحر. اسمحوا لي قنات عليكم ولكن هاني وانا غادي تفكرت بلي ما جمعتش بلاصتي. صراحه بغيت نجمع بلاصتي ولكن الصراحه كيجيب لي الملل هادشي. الله يسمح لنا من الوالدين. صافي قلت اش غندير، نحل الماريون نشوف شي حاجه نلبسها حيت اصلا مشيت بلا جاكيطه. بات لي هاد البلاصه قلت علاش لا ما نحطش فيها المانطه باش ما تبقاش معيبه تما. نيتو من نحيد الملل ونحيد الروينه اللي في الدار. صافي غادي بالمانطه باش نحطها تما. جات لي البلاصه ماشي صافي. رجعت المانطه البلاصه اخوتي وسديت الماريو كيف كان ودرت بحال ما كاين والو ورجعت باش نمشي فحالي. صافي غادي باش نمشي نشري شي حاجه باش نبدل الجو صافي، واخا ما خاصنا حتى حاجه في الدار الحمد لله حيت اصلا ما كاينش مالين الدار. صافي شديت الطريق بالطوموبيل وانا شدني الفيروج بالطوموبيل. صافي عادي ودابا ليا باغي حيد الملل وباغي حيد القبص وقيلا حيد بالي باغي يحرق الضو. صافي جاني الملل انا كنت غادي نيشان قلت ندير صينيه ندور عليهم الماشاء الخضر. صافي وانا نوصل البلاصه اللي نشري منها شي حاجه اللي اصلا انا ما عارفهاش. صافي وصلت هبطت من الطوموبيل باش نمشي نتقدى داكشي. المهم خديت داكشي من البلاصه ما نقولش لكم فين باش ما يتقلقش عليهم برك من الحانوت. صراحه برك من الحانوت ما كيبيعش هاد العيبات هادو. صافي وانا غادي بالي واحد لافاج حاط الزرابي هكا. بغيت نقول لك اخويا الا بغيتي شي نهار تشرف الزرابي عيط لي، راه عندي ما عندي ما يدار وجاني الملل ديال بصح ما لقيت فين البلاصي. صافي رجعت للدار حليت الباب بالسارود ديال الطوموبيل. المهم انا كذب قولوا نتوما تبارك الله عليك الممل. صافي وانا غادي خصني نطلع في الظلام. لا ما يمكنش خصني نشعل الضو باش تعرفوني. اسمحوا لي شعلت الضو بالسارود ديال الطوموبيل. انا كذب نتوما قولوا تبارك الله عليك الممل. صافي وانا غادي جاني العيا والملل في الطريق عطوا الملل ديال بصح في الدروج. حطيت الكرسي درته شويه نهيد شويه الملل. جاني الملل من الراحه عطوا مليت. صافي وانا نطويت الكرسي ونطلع. عطيت الوالده هاد لي باطاط وانا نتفكر باننا اصلا حنا عندنا لي باط. قلت لي علاش جبتيهم؟ قلت لي هادي الوالده انا في خاطري هي ما عرفانيش انا ممل باغي نهيد الملل. صحابني كانوا باغيين ناكل بيتزا عادي. صراحه انا باغي ناكل بيتزا وباغي نهيد الملل في نفس الوقت. صافي رجعت باش نهيد هاد الشارجور من هنايا واخا ما دار لي والو باش نهيد الملل وصافي. المهم غير اذن غنجي نصلي. درت هاد الشيء كامل وكانت باقا غير ربع ساعه جي نشوف شحال الساعه. يلا قلق سمي ناري باقي الحال عرفتو ما عرفت ما ندير. بقيت كنشوف في السقف وكنقول يا ربي اذن. عرفتو راه جاني الشحفه وجاني العيا وجاني الملل. ركزوا لي على الملل بالي هاد الشرج ما قلت اجي نسدو بحال. بقيت كنقابلو تيتسد هادي نتوما جاكم الملل ياك وما يمكنش تسدو الشرج مع هادو الاخر ما تسدوش. عرفتو بقيت مقابل هذا تا هو صافي تسدو بجوج صافي الملل ديال بصح. قلت شحال في الساعه دابا؟ يلا 44 يلا كانت 7 قلق سمي ناري. لقيت راسي كنحلم في الاخر انا اصلا واكل مزيان ورا فطور وغادي شاد الطريق لواحد القهوه سميتها سيتي كوفي تحلت في اناسي ومع العياد داني الناس وبديت كنحلم بهاد البلانات هادو. ترى هادشي في شكال اخو جاني الملل باش نفيق شويه. قلت لاخر راه ليا نسوق. صافي بديت كنسوق انا باش نمشي لطريق اناسي باش نمشي نشرب ديك القهوه على وعسى نفيق. عرفتوا راه جوج حلمات خايبين، الحلمه ديال الناس اللي من ورا العصر والحلمه ديال الناس اللي من ورا الفطور. ترى كنقول لك كتنعس ثقيل كتحلم حلمه ثقيله. صافي وصلنا لهاد الكوفي سميتها سيتي كوفي. عرفتوا الديزاين ديالها واعر عجبني ديال بصح مربين فريق كيحيدوا به الملل واخا اصلا ما يكونش فيهم الملل حيت القهوه عندهم باينه ناضيه. عرفتوا الديزاين ببساطه هاي سيتي كوفي ذا بيست تايم تو درينك كوفي از ناو. عرفتوا صافي ما يمكنش ما ندير ستوري. درت ستوري زوين دخلوا عندنا الزوينين عرفوا لوكاليزاسيون ديالهم في اناسي عطوني هاد لاكارت فيديليتي عندك 4 القهاوي والخمسه فابور. انا بديت الفابوريه الاولى وما يمكنش نمشي شي بلاصه وما يجوش عندي الاصدقاء ديالي. كون جا عندك خويا هنا تقالت الكنيه نتاعي جا البارح من البارح وبيت هنا. صافي شرب قهوه ديالي عجبتني خديت من عندهم كيلو حيت اصلا كيبيعوها الجرام يعني اللي بغى شي حاجه كيلو نص كيلو راه بكاليتي زوينه وكوموندي. المهم صافي تما تراجع وانا كنقرا هذا الكتاب جاني الملل. عيطت لصاحبي قلت له اجي ديني بموطور باش كمل في طريق الطوموبيل. صافي جا عندي صاحبي داني بموطور. هذا الشيء كيبان لي غير نحيد شويه من الملل اللي كنحس به. المهم واخا انا كنحس بالملل بزاف. سولني سؤال قال لي واش فيك الملل باينه. صافي مشينا لواحد القهوه ما مشيناش لديورنا. صافي جلسنا في هذه القهوه زوينه وبقينا كنشوفوا هذوك الحوت عادي كيتحركوا كنهيدوا شويه الملل. صافي عادي وانا كندور في وجهي ما كاين ما يدار. قلت ليش غندير يلا رجعوا يلا رجعوا جاني الملل هنا حتى هو ماشي من العاكزين. صافي ما قلت لي لقيتهم ديماري الموتور. صافي شدينا الطريق باش نرجعوا في حالنا. صافي حطني قدام باب الدار هو الدرب وهذا. المهم غادي كنغنيهم على بالناش باش نحيدوا الملل. حتى هو الهدف ديالو هو انه يحيد لي الملل وصافي. المهم واخا هكاك راه حيدنا شويه من الملل شربنا قهوه عند هذوك الدراري اللي استضفونا. المهم شكرا بزاف الاخوان اللي بغى يكوموندي من عندهم القهوه ولا اي حاجه نخلي لكم لي زانفورماسيون.